طيب نوران، مين اقرب حد ليكي في الفرقه؟ اصل انا مش هقول لك بقى يعني استقبلوكي ازاي وانسجمتي ازاي لانك قضيتي معاهم 3 مواسم قبل كده، فخليني اسال السؤال ده لهنا، لكن عايزه اسالك مين اقرب حد ليكي في الفرقه؟ مين اللي طول الوقت كنت على تواصل معاه حتى لما مشيتي؟ كل الكلام ده. هو في كذا حد يعني مش موجود دلوقتي، بس هو ياسمين نوح انا كان على تواصل معاها، ويعني لما الناس الجديده جم كان اقرب حد في الاول كانت هنا، يعني اكتر حد بقعد اتكلم معاها بروح اقول لها بسخن معاها، بس يعني هي ياسمين نوح وهنا دلوقتي، وابتديت بقى دلوقتي ابقى قريبه منهم عموما، يعني مريم متولي وياسمين ماي ممدوح ماي ممدوح انا ياسمين ماي ممدوح وكلهم، والله ابتدينا نبقى قريبين كلنا من بعض يعني، طيب مفيش حد معين. صحيح. طيب هنا مين اقرب حد ليكي في الفريق والاستقبال ليكي؟ بصي اصل انت متربيه في نادي هليوبلس، ففكره ان انا بدخل على فريق جديد ده بالنسبه لي بيبقى برضو زي ما انت بتقولي سلاح ذو حدين، يا يعني اما هعرف اندمج يا يعني اما مش هعرف اندمج، والموضوع لازم انه احس ان انا مش في غربه، او مش في غربه بقى في منطقه سكنيه ونادي انت بتيجي من المنطقه الثانيه اللي هو بعد الكوبري دي، من المنطقه الثانيه خالص، ففكره ان انا اقدر انسجم مع الناس دي ده هيبقى عامل نفسي كبير جدا جدا. بصي بكلمك نفسيا قد ايه، كل واحد اعرف حتته واكلمه فيها. فيبقى عامل نفسي كبير جدا ان انا اقدر انسجم مع الناس دي. استقبلوكي ازاي؟ ومين اقرب حد ليكي من الفريق؟ والدنيا ماشيه ازاي معاهم؟ احنا من الناس اللي جم الفرقه فريده عسلاني، اظن ناس كتير عارفه طبعا فريده العسلاني بالتأكيد. وانا وفريده كنا بنلعب مع بعض في اليوبلس من واحنا صغيرين، فانا فريده احنا في نفس الفرقه من واحنا يعني في الميني فولي، ولعبنا سنين كتير جدا مع بعض، واحنا حتى نفس السن، نفس هي اصغر مني بسنه يعني 24 سنه، نفس الفرقه واحنا صحاب حتى بره الفولي، يعني كنا مع بعض في كل حاجه، وجامعه وسفر ويعني واهلنا صحاب، فيعني فريده بالنسبه لي اقرب حد ليا اكيد. وفي نفس الوقت في كذا حد تاني انا لعبت معاه في المنتخب، وفي مثلا داليا مرشدي برضو كنت لعبت معاها في نادي الصيد، في كذا حد من كذا فرقه من كذا نادي كنت لعبت معاه في المنتخب او لعبت معاهم في اليوبلس قبل كده او في حتى انديه تانيه، فده كان محسسني ان انا مش داخله على ناس ما اعرفهاش خالص. وحتى بتوع نادي الزمالك من عمري ما لعبت معاهم قبل كده في منتخب، استقبالهم كان ازاي بقى؟ كان استقبالهم مريح جدا لان احنا طول عمرنا بنلعب قدام بعض، فعارفين بعض وبقالنا سنين بنشوف بعض، ويعني فدايما في انا بحب كده في الفولي ان احنا الفرق المنافسه مش دايما بيبقى فيه اللي هو انت فرقه وانا فرقه، لا احنا في الاخر يعني كلنا بنلعب رياضه وكلنا عارفين بعض، فكان الاستقبال لذيذ ما حسيتش ان انا في غربه قوي. بتاخد فتره على متعود على ستايل الفرقه وطريقتهم في التمرين وطريقه النادي والصاله والمكان، بس صحيح. كنت حاسه ان انا مش حاسه ان انا تايهه يعني، لا بالظبط بالظبط. طيب كم الصفقات اللي من انديه مختلفه مع بنات نادي الزمالك؟ يعني احنا في من الاهلي، في من الشمس، في من الهليوبلس، منين تاني؟ اهلي، شمس، هليوبلس، وصيد. وصيد بالظبط. غير بنات نادي الزمالك، فانت بتتكلمي على 4 5 انديه كده بيتجمعوا مع بعض في مكان واحد، الدنيا بدات تحس ان في بقى في انسجام، الناس بداوا خلاص بقوا فرقه واحده، ولا لسه برضو شويه الماتشات هي اللي هتجيب القصه دي؟ اعتقد اكتر حاجه هتساعد المعسكر اللي احنا داخلين عليه، انا شايفه المعسكر ده هيبقى مفيد جدا من الناحيه المهاريه، بس هيكون مفيد جدا من الناحيه النفسيه. احنا هتقعدي بقى تتكلمي معايا في المعسكر دي مسؤوليتك بقى. ان احنا نقعد مع بعض، ناخد على بعض، نتعود على بعض، نتصاحب على بعض، كل الحاجات دي بتفرق جدا جدا جدا، لان هيجي يوم واحنا في الماتش هنبقى شايلين بعض وبنزق بعض عشان احنا في هدف واحد، في هدف واحد، واحنا انا بحب اللي جنبي واللي جنبي يحبني، وانا عايز اللي جنبي مصلحتي وهو عايز لي مصلحته، يعني نفس الفكره. فبس وفي نفس الوقت في فكره ان احنا برضو كتير مننا لعبوا مع بعض في منتخبات، فاوريدي في الفه سنه، ومع الوقت كل تمرينه بتحسي ان احنا نبدا نريح مع بعض اكتر، نبدا نهزر مع بعض اكتر، يبدا في كده كومفورت شويه في التمرين يعني. صحيح. وان شاء الله المعسكر يفرق معانا جدا لما نقعد مع بعض، هنسافر وممكن يوم ننزل ناكل مع بعض في حته، فيبقى في كده ايوه صح حته الانتماء يعني. صحيح صحيح.